وعلت الأصوات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي منادية بالخروج إلى الشوارع في جميع مدن المملكة وخاصة الرياض. المطالب تراوحت بين الدعوة للإصلاح وإسقاط النظام. شوارع الرياض خلت من المارة وامتلأت بأفراد الشرطة والجيش والقوات الخاصة التي أحاطت بنا من كل جهة. هذا طريق العروبة، طريق العلي العام، الشارع اللي بعد موسى في المصير، ثم طريق العروبة. هذه المنطقة اللي مفترض أنها تكون مركزية التجمع فيها، والوضع الحالي الآن بعد صلاة الجمعة الحمد لله ما حدث، لأنه كل الناس ما صار شيء. تمر الساعات ولا يجد الصحفيون إلا قوات الأمن للحديث معهم أو التقاط صورهم. وفجأة حدث ما أربك حسابات مرافقين الإجباريين. كنا أمام ديوان المظالم عندما ظهر خالد محمد ليرفع صوته وحيدا. أنا هنا عشان أقول أنا أحتاج للديمقراطية، نحتاج للحرية، نحتاج نتكلم بكل حرية، نحتاج ما حد يمنعنا نعبر عن آرائنا. ليه الشرطة هذول كلهم هنا؟ ليه؟ عشان يمنعونا أن نوصل أصواتنا للناس؟ لا، بنوصل أصواتنا للجميع. ما الحكومة ما تملكنا، إحنا أحرار نبغى نعيش بحرية. إحنا نبغى نعيش بحرية بس. انت ليه حاسس انك مش عايش بحريه؟ لان انا مريت من هنا مرتين، قالوا اذا شفناك مره ثالثه بنحطك في السجن. ليه؟ في حظر تجول، ما اعلنوا عن حظر تجول. انا هنا لاني انسان حر وابغى اعبر عن رايي. الحين انت شايف الشرطه هذول حولنا ليه؟ ليه هذول جايين؟ عشان يزينون المنطقه؟ عشان يعني يسوون المنطقه يعني افضل من ما هي عليه؟ أنا جيت هنا الحالي لأني سمعت أن الناس تتجمع هنا، بس الناس بتتجمع يقولون بعد العصر، بس ما أظن أن أحد بيتجمع في ظل هالتواجد الأمني اللي تشوفونهم بثياب وبدون ثياب، كلهم بوليس وبوليس سري اللي جوا معكم صاحبينكم بالباص، باص أمني. وزارة الإعلام الإعلام مو حر في دولة ملكية، الإعلام ما يقدر يقول اللي يبغى، الناس ما تقدر تقول اللي يبغى. حتى الإعلام عنده أجندة، يتكلم ببيانات من وزارة الداخلية فقط لا غير. ما يتوقعون أن أحد يوقف ويتكلم مع الإعلام، ما يتوقعون أحد يملك الجرأة في السعودية أنه يتكلم مع الإعلام، لأنه بيروح للسجن. أنا أبغى أروح للسجن، الشعب يريد دخول السجون. أنا خفت وانكتمت إلين انفجرت. خلاص انتهى، وش أخاف منه؟ أخاف من إيش بعد؟ حرية ما في حرية، كرامة ما في كرامة، عدالة ما في عدالة. بس يقولون الأبواب مفتوحة. مش مفتوحة والله يا أختي، الأبواب مش مفتوحة. وإذا كان لك طلب ولا كان لك شيء أنك تجي يوم السبت، يقولون ما حضر الأمير اليوم، مو جالس، تعال يوم بعد 1000 سنة. أنا ابن البلد، أحتاج كل شيء يجيني بدون ما أتظلم. كل شيء تحتاجه لازم تدخل على الأمير، كل شيء تحتاجه لازم تجيب واسطة، أي شيء تبيه لازم يجي. أنا عندي ولد توحدي، ما فيه ولا شيء، الدولة ما تقدم له ولا شيء. تعبنا، ما في مدارس ولا في أي شيء، العالم كله أحرار إلا إحنا في البلد. ممكن توصل لي سيارتي بس؟ وكذلك فعلنا. الشباب ما جو؟ يعني ما تحس انهم خانوش يعني؟ الشباب اذا شافوا ما في تواجد امني ولهم حرين انهم يتكلمون بيجون، لكن اذا شافوا جو التعتيم اللي موجود هنا نو ما يقدر يوصل. ما حيحصل لك ايه دلوقتي؟ سجن وانا مبسوط، خلاص يعني ما في شيء تخسره. انت مش خايف طيب على ابنك على بنتك؟ لا انا عندي طفلين وعندي بنتين، عندي ولدين وعندي بنتين، خايف اكثر عليهم من المستقبل مو من اليوم. في كمين هناك وكمين مجاور وكمين اللي بعده، مستحيل اوصل للبيت ابدا، مستحيل اوصل للبيت، بس الحمد لله وصلت رايي. يا امان الله.
في الحائط ولا في علاشة ولا في سجون النظام الكثيرة. السلام عليكم. تروح البيت إن شاء الله. إن شاء الله أتمنى، بس ما أظن في السعودية ما أظن. الأيام التالية وحتى نهاية إعداد هذا الفيلم الوثائقي حاولنا مرارا الاتصال بخالد لنجد نفس الرسالة. عزيزي المتصل، إن الجوال المطلوب مغلق، الرجاء الاتصال في وقت لاحق. The جوال number you're calling is off. Please call again later. إذن بعد أن شاهدنا الفيلم نبدأ نقاش حوله، أصحابكم فيه أنا عمرو عبد الحميد، والبداية مع معدة الفيلم الزميلة شيماء خليل. مرحبا بك شيماء. في البداية يعني هناك أسئلة كثيرة أريد أن أطرحها عليك، لكن أريد أن أعرف مصير خالد الجهني إذا اعتبرناه بطل هذا الفيلم. والله يا عمرو، إلى الآن يعني مصير خالد مش معروف أبدا. أنا قبل ما أدخل الاستوديو معاك هنا في اللقاء ده حاولت الاتصال بيه تاني، ونفس يعني نفس الرسالة اللي طلعت في الفيلم إنه الجوال مغلق هي نفس الرسالة اللي أنا اللي جت، فمصيره إلى الآن ليس هناك أي معلومات جديدة عن مصيره. لا لسه. طيب.